أملك رفاهية الوقت إن إحنا لسه يبقى عندي أمل إنك تقول لي النهاردة أنا هدرس هدرس لا بس لا 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 في وعد في وعد إنه نملك رفاهية الوقت يا محمد دي؟ اللي هو اتقال برضو وده إنه القرار بيبقى ديمقراطي داخل المجلس الأعلى وهيرجع للمجلس الأعلى ككل لأن اللي كان حاضر عدد بسيط من المجلس الأعلى ما كانش كل المجلس الأعلى أيوة بس الطلبات هيرجعوا في سقف في تاريخ إمتى في سقف لظروف القيادة لقيادة القوات المسلحة في افتتاح مشاريع بمناسبة 6 أكتوبر الآن وهم مسافر بكرة مسافر بعده مسافر الصعيد وزير الدفاع الأمريكي جاي خلال يومين في اجتماع في ارتباطات كثيرة ففي ارتباطات كثيرة قال في الأول سيادة الفريق عنان أنه خلال 72 ساعة كل الأمور دي تنتهي وبعدين قال معلش نخليها أيوة هيحاول في خلال 72 ساعة لكن خلال الأسبوع هيصدر انتخاباتهم 12 خلال الأسبوع ولكن سعد بيه الطلبات كانت سابقة وليست لاحقة يعني ما قيل في هذا الاجتماع لم يكن مفاجأة لمن شارك فيه معلن في البيان مش معلن لا ده كان في اجتماع سابق وبصورة عام وأشمل حضروا أكثر من 45 حزب وتم إلقاء هذا الكلام على طاولة الاجتماع فمن جاء اليوم جاء محضرا بإجابة على كل التساؤلات وليس ليبحث من جديد مع كل الاحترام بنتكلم على الأداء السياسي أنا يعني أنا واجهت النظام السابق لدرجة أن رئيس المجلس اللي في السجن الآن قال لي أنت كنت بتحط إيدك على الدم فالموضوع ده هحط إيدي على الدم أرجوك وهتكلم بنظرية المؤامرة احنا تعودنا على كده مع بعض في جانب في الثقة احنا بنثق في الجيش المصري طبعا طبعا لكن هناك هامش ممكن يبقى يجعلنا نستريب من هذا الموضوع الهامش الذي يجعلنا نستريب منه أن هذه التخريجة سوف تسمح بلوبي داخل مجلس الشعب قد يتعدى التلت هذا اللوبي اللي يتعدى التلت هيكون فيتو على أي تعديلات دستورية قد يتراءى للوراء هذا اللوبي وهي دي بقى الثورة المضادة الحقيقية هذا هو البيت القصيد هي دي الثورة المضادة الحقيقية هو ده بيت القصيد إخوانا في القوات المسلحة مش عايزين يرجعوا لمساكنهم ولا للجيش تاني بخوف حنين وعايزين يرجعوا لأنه هم طالبين مطلبين في مطلب على عيننا وعلى رأسنا أن يؤمن كل قادة القوات المسلحة في مستقبلهم ولا يطارد أي أحد منهم لأنهم كانوا جزء من النظام السابق الطلب ده طلب معلن؟ ليس معلن وهناك طلب آخر وهذا لا نتهاون فيه لأنه يخص الشعب المصري ومستقبل الشعب المصري وهناك لا توجد مؤسسة أيا كانت مع تقديرنا الشديد لها أن تحصن من المساءلة أمام البرلمان فهذا اللوبي من الممكن أن يكون موجودا داخل البرلمان قد يعوق قل لي الجزء الثاني ده تاني الطلب الثاني ده إيه الطلب الثاني أن القوات المسلحة تريد ألا يناقش قضاياها فيما يتعلق بشأن الشأن الخاص داخل البرلمان وهذا مبدأ مرفوض تخرج عن ولاية البرلمان بمعنى أن هناك حصانة للقوات المسلحة داخل البرلمان وهذا مرفوض لأن الشعب المصري هو مصدر السلطات والشعب المصري هو اللي بيصرف على القوات المسلحة والشعب المصري هو اللي يجب أن يناقش سلامة الإنفاق في القوات المسلحة لأنه هو في النهاية هو اللي بيدفع من جيبه لقواتنا المسلحة لأنه بيدفع وهو راضٍ عن هذا الدفع وأنا في البرلمان أذكر حينما كنا نناقش ميزانية القوات المسلحة وكان 17 مليار قلت أنا كنصير بطلب 50 مليار ولكن أطلب سلامة الإنفاق أن أراقب سلامة الإنفاق فأنا أخشى أستريب وأخشى ومن حقي أن أستريب أن يكون هناك تجهيز للوبي يحول دون وضع دستور لمصر دستور يحقق المستقبل الموعود والمأمول اللي احنا بننتظره هو العزل أنا في خلال شيء محوري لا ده انا عندي جزء محوري كمان لم يتطرقوا ليه وانا بنتظر عليه اجابه بس اقول لحضرتك انا في خلال الاجتماع يمكن الكلام ده كان التخوف ده وارد اللي قاله طبعا لينا كلنا واحنا عايشين واحنا كلنا كنا في المعارضه واحنا كلنا يعني شايفين الممارسات اللي كانت بتتم ايه والادوار اللي كانت بتتم ايه لكن انا يمكن تطرقت لدي فرد الفريق عنان قال
إن أنا معاك إن الشعب المصري خرج من الأم وإحنا كلنا مدركين دي ولازم ننجز عشان فعلا نبني بلدنا بشكل كويس. وما أي أمور هتبقى تثير والشعب جاهز مش هيقدر حد يخرج عن الطريق الصحيح من أجل تحقيق مبادئ الثورة في حياة كريمة وفي عدالة اجتماعية. العشر مطالب ما شفتهمش تطرقوا إطلاقا لحق المصريين في الخارج في التصويت، والذين نطالب ليهم كل يوم وكل لحظة وكل ساعة أن يأخذ حقهم، ما كانش ليهم وضعية على ترابيزتكم؟ لا ما طرحش الحقيقة. هو المصريين في الخارج لحد النهاردة وأنا بتكلم عن إجراءات سعد بيه. هو هذا الموضوع. أنا آسف يا دكتور أشرف هاجل حضرتك. أنا آسف. لا دراسة مستفيضة. لأن إحنا لنا 8 مليون مصري في الخارج. وحق التصويت في الخارج بعتوه لكي نربطهم بالوطن، خاصة هؤلاء الذين ما زالوا يحملون الجنسية المصرية لأن هم الوحيدون اللي مفترض أن نتوجه إليهم. وجدنا يعني في دراسة تمت في مركز الدراسات الاستراتيجية، دراسات مستفيضة وأنا كنت حاضر فيها، وجدنا أنه من نبدأ بالأسهل، وهو الأسهل هو أن يشاركوا في انتخابات الرئاسة ويشاركوا في الاستفتاءات. أما مسألة مشاركتهم في عشان توفر قاضي للإشراف هناك وفي يعني تطبق القانون عليهم في المجالس النيابية خاصة في انتخابات مجلس الشعب والشعوب، ده في تكتنف صعوبات عديدة. أول هذه الصعوبات عدم وقوفهم على المرشحين لتعددهم، عندنا 500 مرشح، يستحيل اللي في أستراليا أو اللي في أمريكا يقف على المرشحين، دي نمرة واحد. لو استخدمنا النت والتصويت الإلكتروني الهاكرز بيدخل عليه ممكن يفسد عملية التصويت. سعد بين النقطة دي بالذات تم دراستها الإلكترونية، ماليش دعوة باللي عملوه في الدراسة، أنا وارد الدخول بشكل عليه. كبير مهما حاولت وارد الدخول عليه هنتجاوزها. لا مهما في دراسات في دراسة. مهما يعني تمت محاولة التأمين التقني ولكن برضو جاهز الدخول. ثانيا أن هناك تكلفة عالية لإخواننا مثلا في السعودية المنتشرين على 2 مليون متر مربع ينتقلوا إلى مراكز التصويت، ولن تتعدى أن تكون في جدة أو في الرياض أو في الدمام أكثر، بس هيصرف مصاريف باهظة لكي ينتقل وبالتالي مش هينتقل. الحل العملي وأعتقد أن المجلس الشعب القادم هو الذي يشرعه ويستصدر به قانونا، هو أنه يتم انتخاب في البلاد التي لنا فيها كثافة في التواجد المصري، يتم انتخاب ممثلين هم ينتخبون ممثلين عنهم بكوتة في البرلمان. مثلا الأمريكتين، أمريكا الشمالية لها كوتة 2-3-4-5، اللي المستوطنين في السعودية لهم 2 أو 3، اللي في الأردن باعتبار بقى قوة موجودة في الأردن لهم 3-4، هم ينتخبوا ويأتوا هؤلاء يمثلون المصريين في الخارج. ولكن إلى أن يتم هذا الاتفاق أو مناقشة هذا الموضوع على أرض الواقع، حتى الانتخابات الرئاسية دكتور أشرف لم يتم التطرق إن هم هيشاركوا فيها، لم يتم إعلان أي شيء. قيل إنه هيشاركوا في الانتخابات الرئاسية، ما هو وارد حدوثها عن طريق القنصليات. تدار العملية بقيل؟ لا، هو في حاجات كتير ما تنفعش. طيب على ذكر الحاجات اللي ما تنفعش، الترحيب بكافة، عايز أختم من وقت انتهى من ربع ساعة، ترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات. إحساس المتواضع وأنا أقلكم خبرة سياسية، التعبيرات مطاطة، يعني إيه الترحيب في بيان من 10 بنود تتفق عليه القوات المسلحة أو المجلس الأعلى مع القوى السياسية؟ يعني إيه كلمة ترحيب؟ موقعها إيه يا دكتور أشرف؟ كلمة مطاطة يعني توصل لي إيه؟ هل سيتم الاستعانة بهم فعلا؟ هل الترحيب ده يكتفي بأنه يأتي ويشاهد من بعيد؟ ليه دور؟ ملوش دور؟ إيه اللي يمنع من النص صراحة عن الرقابة الدولية على الانتخابات؟ إيه العيب؟ إيه اللي يمسنا في كده؟ هي بتختلف وجهات النظر، يعني كل واحد أو كل جهة أو كل قوة سياسية لها وجهة نظر. الحقيقة في اختلاف في هذه النقطة، لكن أنا شخصيا بشوف أن ما يعنيني هو أني أحصن الانتخابات القادمة وما ينتج عنها من مجلس شعب قادم ضد أي طعن، لأن إذا تم الطعن على هذا المجلس ستدخل مصر في دوامة، وسيكون أول الغارقين فيها هو المجلس العسكري. وده اللي أنا بقوله. هو بالنسبة لي للترحيب، ويعني انه احنا مستعدين، لا يعني اتناقشنا في هذا الموضوع، وده فيه هيئه مخصوصه لجنه الانتخابات، هيئه
بيتقدم ليها مين اللي عايزين يجوا لمتابعة الانتخابات على حد ما في المجلس المسلحة نعترف نلينا سوء ما ينفعش حد لا كلام طبعا لكن 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 يجي يتابعوا العمليه الانتخابيه هو لما يراقب الدنيا كلها بتتراقب انا راجل دلوقتي ايه اللي يمنع ان انا اي حد يجي يراقبني في الاستديو ده طول ما انا راجل شفاف ونزيه انا هقول عاوز اعمل في وعد على فكره دي. واحنا 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 الموضوع انه احنا مسؤولين كشعب وكقضاه والقائمين على كل العمليات احنا في مرحلة انتقالية حقيقية كل الناس هتبقى مشاركة فيها ان احنا تتم والمجلس الاعلى بما فيهم الفريق عنان اكد قد ايه الشفافية وان اللي تبقى الانتخابات سليمة 100% عشان تخرج ويبقى احنا هو فعلا ده اللي احنا عايزينه بنؤدي مثل للعالم زي ما اتقال ان ثورتنا هي من اعظم الثورات في العالم. تعالى حبيبي تعالى اتفرج من اي مكان على عينك يا تاجر احنا بننتخب احنا مدعوين دكتور اشرف ليك تعليق شوف انا عاوز اطمنك ان مصر بقت يعني مليئه بالناشطين السياسيين والناس اللي فاهمه كويس قوي يعني ايه تزوير ويعني ايه عدم نزاهه ويعني ايه صندوق انتخابات ويعني ايه عمليه انتخابيه سليمه. هذه العيون كلها هتكون مركزه وفاهمه كويس قوي كل ما يتم من دقائق وهناك الصحافة وأنا يهمني الصحافة تكون حرة بتتنقل بين اللجان والصحافة العالمية تكون حرة بتتنقل بين الكفور والنجوع وده اللي هيضمن لك نزاهة الانتخابات إن شاء الله. أطمنك إن الموضوع في الأساس مش واقف على الرقابة الدولية. الرقابة الدولية أنا شخصيا ما عنديش مشكلة فيها لأن في مرحلة مضطربة وحساسة بهذا الوضع أنا في أمثل حاجة لكل من يؤكد نزاهة العملية الانتخابية. لا وأمثل حاجة أن أنا أخرس أي صوت يشكك في انتخاباتي. أنا عايز أي حد تحصين العملية الانتخابية ضد أي طعن ولكن أنا متخيل إن شاء الله إن من ناحية تحصينها ناحية ممارسات تزوير كل العيون هتكون مفتحة وكل الألسنة هتتكلم والموبايل في ايد كل شاب وفي كل ناشط سياسي ودول موجودين في كل حته. باجابه مقتضبه لو تكرمت يا محمد بيه فعلا كان في اختلافات بين الاحزاب نفسها النهارده على قانون تطبيق الغدر تطبيق قانون الغدر المواقع تنقلت كده بنسبه قليله جدا واحد او اثنين من خلال ال 13 اللي كانوا موجودين للتاريخ فقط وبصفه حضرتك شاهد عيان من كان ضد تطبيق قانون الغدر؟ ده أمور بقى داخل الاجتماع الوفد أعلن هذا يا محمد بيه الوفد أعلن أعتقد أن إذا كان الوفد أعلن هذا لعدم جدوى قانون الغدر فيما يخص الهدف اللي احنا عايزين احنا عايزين نحصن الانتخابات من عودة الفلول إذا احنا بنتكلم النهاردة لمجرد الكلام على قانون الغدر فاحنا بنطلق رصاص في الهواء. إذا عايز تحصن الانتخابات والبرلمان ضد الفلول عليك أن تتكلم على قانون للعزل السياسي لكل من شارك من قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالكامل ولا نرضى بالحد الأدنى في ذلك. احنا جميعا كنا بنتطلع لها لأن هذا هو الخطر الثالث الذي يتهدد الدولة. احتمالات ده انت معايا على الخط تماما. انا معك في هذا وكنت وانا بس هتكلم على كل وزيدة على 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 توظيف الرقابة وحتى واتقال انه يعني انا شخصيا طلبت في خلال كلمتي انه يدينا المجلس العسكري وبضغوط ان الثوره من اجل العداله الاجتماعيه اين بعد 8 شهور الحد الاقصى للاجور والحد الادنى للاجور اين دلالات على ان احنا فعلا الثوره قامت من اجل عشان الناس حتى تستريح. فاتقال انه في الطريق كل هذا الكلام هيتنفس سريعا ان شاء الله. ابراهيم السفير بيقول تعليقا على بعض الحاجات اللي قيلت على انتخاب المصريين في الخارج وهو في الخارج انا قلت لك دول دكاتره التخدير ولم نقبل ما يقولونه مع احترامي هننتخب واحنا بره. مش قادر اقول له حقك مش قادر ارد عليه اقول له ايه
مصري زي زيك وحق انه يشارك في لحظه فارقه من تاريخ بلاده. عشان ننسق الامور من حيث المبدا لا ممانع. انا ادعوه ان يجي فتره الانتخابات الايجارات يعود للوطن. يصعب عليه لانك انت بتنتخب برقم القوم، ما عندوش رقم قومي. اذا هناك لا ما عندهم لا لا لا.